لا يمكن أن نطهر البلاد إلا بتطهير القضاء. تسللوا إلى القضاء، تسللوا كما تتسلل الخلايا السرطانية. أطلب من السيدة وزيرة العدل أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المسألة، لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي. المساس بمرسوم لقانون المجلس الأعلى للقضاء هو مساس بالدستور، هو مساس بالباب السابع، هو ضرب لمبدأ استقلالية القضاء.